لا تتوقف المعارك في ميدي بل تزداد حدتها اتساعا من وقت إلى آخر بعد محاولات عدة للتقدم في مناطق تسيطر عليها قوات الجيش والمقاومة في المدينة. فالمدينة التي تكتسب أهميتها من كونها تحتوي على منفذين بري وبحري باتت مسرحا للمواجهات بين قوات الجيش الوطني والميليشيا، كان آخرها العملية العسكرية للجيش والمقاومة، واستهدفت مواقع الميليشيا في المدينة بدعم من طيران التحالف العربي. الهجوم الذي شنه الجيش الوطني والمقاومة الشعبية أسفر عن سيطرتهما على مصنع الثلج وسوق السمك غرب المدينة واغتنام أسلحة وذخائر كانت قد تركتها الميليشيا وراءها، وفق ما جاء على لسان مصدر عسكري في المنطقة العسكرية الخامسة. من جهتها ذكرت مصادر ميدانية في المقاومة الشعبية أن 23 من عناصر الميليشيا قتلوا في المواجهات على سوق السمك. المواجهات في جبهة ميدي لم تتوقف بل تشهد حالة من الكر والفر بشكل مستمر، في الوقت الذي تسعى الميليشيا إلى توسيع عملياتها أملاً في السيطرة على مواقع حررها الجيش الوطني، لكن ذلك لم يكن بالأمر السهل، فقد دفعت الميليشيا بتعزيزاتها العسكرية للسيطرة على المدينة لكنها باءت بالفشل.